اكيد زميلي محمد، كل مشاهدي قناه الاهلي اكيد طبعا، يمكن كل الادارات هنا بتعمل على قدم وساق لانجاح طبعا الجمعيه او الاجتماع الخاص بالنسبه للنادي الاهلي. واكيد بينضم لنا الكابتن هاني عبد المنعم مدير مقر النادي الاهلي بالجزيره. كابتن هاني، مجهود رائع كالعاده طبعا، متعودين على كده، لكن بكره يوم هام زي ما بنقول، هيبقى يوم فاصل في تاريخ النادي الاهلي. كل الادارات مستعده، حطنا في الاجواء الاخيره، ساعات خلاص قليله جدا وهيبدا التصويت على الاجتماع الخاص او لائحه النظام الاساسي بالنسبه للنادي الاهلي. مساء الخير عليك الاول، وبحب امس طبعا على الاستاذ حمدي الكنيسي، واحد من العلامات في النادي الاهلي طبعا، زعيم المثقفين وعضو مجلس اداره سابق في النادي الاهلي، وعلامه نعتز بها ونفتخر بها طبعا. احنا كل استعداداتنا تمت الحمد لله رب العالمين، جاهزين وحاضرين ان شاء الله لتوقعاتنا ان شاء الله، وبنراهن على وعي الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. ما احناش اقل من الانديه الثانيه اللي تممت الموضوع. الموضوع ده لصالح النادي الاهلي وصالح اعضاء النادي الاهلي. طبعا ما زلنا بنعيش الحمله المستمره من الناس اللي عماله تقول لك دي بطله ومش بطله. هو يعني هي لو بطله انتوا عاملين الحمله دي ليه؟ طب ما بطله خلاص، ما انت عارف انها بطله، بس هي مش بطله. هو بيتكلم اي كلام وعمال بيحقق. انا اول مره اشوف في حياتي في الدنيا ناس مكرسه نفسها انها توجه رساله لاعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي انها ما تجيش. حاجه غريبه جدا. طب انت مضرور من ايه ان الناس تيجي ولا ما تجيش؟ انت مالك؟ انت كلجنه اولمبيه ولا خلافه اي حد يعني، انت مالك؟ ما تخلي اللي عايز يجي يجي، واللي مش عايز يجي ما يجيش. النتائج والكلام ده سيبها للجمعيه العموميه، الجمعيه العموميه هي اللي هتحدد ايه اللي هيكون بطل وايه اللي مش بطل. هذا هو نص القانون واللائحه الاسترشاديه، ادت الحق للجمعيه العموميه انها تعمل لائحتها وانها هي اللي تقرر. انت ليه عايز تسحب القرار ده من الناس؟ سيب الناس تعمل اللي هي عايزاه. والناس اللي بتتكلم على استعدادات بالذات ان احنا واحنا لما نريح على الاعضاء الدنيا دي تبقى عيبه وتبقى ده حاجه مش كويسه لصالح ابناء الاهلي، لا بالعكس، جميع الانديه عملت كده. يعني نادي هليوبلس عمل كده، اسمه عمل كده، نادي الجزيره عمل كده. الناس بس ما بتقراش، الناس كلها مركزه مع النادي الاهلي، والنادي الاهلي بيقدم خدمات ايه لاعضائه. احنا بنخدم ادمات لاعضائنا علشان الناس تيجي للجمعيه بشكل مريح وتبقى الناس متوفر بالنسبه لها متاح. وتعالى قول رايك، ما حدش فارض حاجه على حد. الناس تقرا الموضوع وتيجي تقول رايها في لائحتها، اختارتها اهلا وسهلا، ما اختارتهاش اهلا وسهلا برضه. يبقى ده اختيار العضو، هو اللي حدد لنفسه اتجاهه اللي هيمشي عليه. ما فيش في موضوع مؤامره، وما فيش في موضوع الحاجات اللي هو الناس عماله بتصدرها للناس دي، حاجه غريبه جدا الواحد مستغرب لها بشكل كبير جدا. كل يوم كل يوم كل يوم في ايه؟ ايه الموضوع؟ مش قادرين نفهم ايه الموضوع. انتوا ايه الضرر اللي واقع على الناس ان الناس تيجي تقول رايها في لائحتها؟ يعني الناس اللي بتحرض الناس على عدم الحضور ده، وهنقسم الاهلي والاهلي هينقسم، والكلام كلام كبير جدا ملوش اي معنى. النهارده عضو النادي، عضو النادي الاهلي في اي حته فيهم. انا في مدينه نصر، بروح نادي اهلي مدينه نصر كل يوم مع اولادي بيلعبوا رياضه هناك يعني، وانا موجود في الجزيره. ما فيش تقسيم نهائي. يعني ايه التقسيم ده؟ ده كلام يعني كلام كبير جدا طالع بره الكونتكست، يعني بره الموضوع خالص يعني. نتمنى ان شاء الله، وانا براهن على وعي الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، وبراهن ان بكره ان شاء الله الحضور هيثبت للجميع قد ايه النادي الاهلي ده كبير، وقد ايه اعضائه ده ناس كبيره، مش ناس تعرف تقاد. وما فيش حد يعرف ياثر على الجمعيه العموميه بتاعت النادي الاهلي يا جماعه، لا من هنا ولا من هنا. الجمعيه العموميه بتاعت النادي الاهلاويه كلهم ناس، كلهم على وعي عالي جدا، وناس كلهم مثقفه، وناس فاهمه كويس جدا مصلحتها فين، والناس اللي شايفه مصلحتها في اي اتجاه كان هينفذوها. بس احنا ان شاء الله برضو بنراهن على ان الجمعيه العموميه فاهمه كويس جدا مصلحتها فين، تيجي تختار لائحتها. او عايزين لو ما جاتش يبقى هو اختار اللائحه الاسترشاديه. يعني انت في الحاله دي في كلا الحالتين انت برضو هتطلع عضو الجمعيه العموميه، هو اللي مقرر، هو اللي قرر اختياره. انت جيت يبقى طلبت بحقك اللي الدوله منحته لك، مش احنا اللي منحناه لك، الدوله، القانون اللي اقر في مجلس الشعب ادالك هذا الحق. اللائحه الاسترشاديه اللي فيكو يقدر يطلع منها بند احنا مخالفين فيه يطلعه. انا بتحدى هذا الكلام على الهواء اهو، انا بقول لحضرتك انا قاري اللائحه وقاري القانون كويس جدا. اللي يعرف يطلع منهم اي حاجه النادي الاهلي ما التزمش بيها بحذافيرها زي ما هو مكتوب يفضل يطلعها ويطلعها على الهواء، انما هو كله كلام مرسل. البند رقم 16 اللي موجود في اللائحه الاسترشاديه الناس تطلعه وتشوفه بيقول ايه؟ بيقول للجمعيات العموميه هي اللي ولمجلس الاداره الحق في ان هو يجيب لجنه باشراف قضائي، لجنه مكونه من قضاه. وهذا ما تم، كل ما ذكر في القانون اللائحه تم بحذافيره، ما فيش خروج. النادي الاهلي لا يخرج عن القانون، النادي الاهلي لا يخرج عن الدوله، النادي الاهلي مع الدوله في كل حاجه. عمر ما النادي الاهلي هيطلع عن القانون، وعمر ما النادي الاهلي هيخالف الدوله في حاجه. الكلام ده كلام مصدر كله تصعيد لمشكله هم عاملينها مش احنا، هم اللي عاملين المشكله مش احنا. ما الضرر الواقع على اللجنه الاولمبيه ان اكتمال الجمعيه العموميه للنادي الاهلي؟ هو انت متضرر من ايه؟
ايه دعوه ايه علاقتك بالموضوع؟ ده موضوع يخص النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي. هاني واكيد بنراعي على وعي الاعضاء غدا ان شاء الله يكون يوم حافل في تاريخ النادي الاهلي. ان شاء الله هيكون يوم جميل وهيكون يوم مشرق، وان شاء الله النادي الاهلي دايما هيكسب ان شاء الله. احنا اهلاويه بنحب المكسب، النادي الاهلي بيكسب، مش ما بتسماش باسماء، النادي الاهلي بيكسب ان شاء الله. الاهلي فوق الجميع والاهلي دايما هيكسب ان شاء الله. كل الشكر طبعا والتقدير للكابتن هاني عبد المنعم مدير مقر النادي الاهلي بالجزيره، ومستمرين زي ما بنتكلم طبعا معاكم مع مدير اداره الخدمات بالنادي الاهلي الاستاذ اشرف طه. زي ما بنقول كل ادارات النادي بتعمل على قدم وساق لينجاح الاجتماع الخاص بالنسبه للنادي الاهلي هنا وفي مدينه نصر. اكيد في تواصل كبير بينك هنا ومدينه نصر. حطينا في الاجواء الاخيره واخر اللمسات في استقبال الجمعيه العموميه يوم السبت هنا في الجزيره. من غير ما احط لمسات ولا حاجه يا كريم، احنا جاهزين دايما عاده الحمد لله. النادي الاهلي باداراته المختلفه بالاداره التنفيذيه اللي انا بشكرهم كلهم، انا عايش بقالي اكتر من اسبوعين في القصه، بشكرهم كلهم على مجهودهم، لان انا شايف قد ايه الناس بتبذل مجهود عشان راحه الاعضاء وعشان خاطر يبقى يوم. انا بقول لك ان شاء الله هيبقى تاريخي في تاريخ النادي الاهلي، تاريخي فاصل، وبقولها بمنتهى الامانه. انا متاكد من اعضاء النادي الاهلي، ومتاكد من وعيهم، ومتاكد من قد ايه الناس. انا كل حته انا يعني الناس كلها بتكلمني، احنا يا كابتن عايزين نروح بكره الصبح الساعه 9. انا شايف حاله في النادي الاهلي هنا وفي الشيخ زايد وفي مدينه نصر، انا بشكر الاعضاء عليها من قبل ما يحصل بكره ان شاء الله اجتماع الجمعيه العموميه. استعدادات ايه؟ احنا دايما جاهزين، دايما النادي الاهلي في صوره ابهى، دايما الناس بنعمل على راحتها، دايما كل وسائل السبل الراحه من باركنج مأجرينه في الاوبرا لكل وسائل الاستعداد كلها كله متاح. لكن احنا مش بنفكر في ده، احنا اللي بنتكلم فيه لان ده شغلنا واحنا عاملينه على الوجه الاكمل. اللي بنفكر فيه هو كام، لان انا متاكد ان وعي اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، انا متاكد من ان احنا هنعمل ريكورد. معلش انا بس يعني في حاجات الواحد بيشوفها انا يعني مستفز منها الحقيقه. يعني انا يعني اللغط ده كله على ايه؟ احنا بنريح اعضائنا، انا مش فاهم ايه المشكله، فين المشكله؟ انا مش عارف والله فين المشكله. احنا بنقول احنا عندنا جواب النهارده طلعناه ان في النادي الاهلي بمقريه اللي هو الجزيره ومدينه نصر. فين مدينه نصر 52 فدان، النادي الاهلي هنا 14 15 6 18 فدان، مش دي لا المساحه ولا المكان ولا الموقع اللي يستوعب العدد الكبير اللي احنا المفروض ان احنا نستهدفه. لكن مش ممكن احنا نريح اعضائنا والناس تهاجمنا او تهاجم النادي الاهلي. امبارح طالع اعلامي انا ما بسمعوش اساسا، قال لك هنقلوا مدينه نصر عشان تتطبخ. تتطبخ ايه يعني؟ حضرتك تتطبخ ايه؟ انت بتقول ان انت عضو في النادي الاهلي. انا بقول لك حضرتك عيب، ما ينفعش ده يتقال، لان النادي الاهلي ما فيهوش الكلام ده. لو انت حضرتك جيت النادي الاهلي في اي وقت وعشت في وسطينا هتعرف يعني ايه النادي الاهلي. ما فيش حاجه اسمها الكلام ده عندنا، ما فيش تطبيخ. حضرتك بكره هيبان الحشد اللي موجود، هيبان الناس جايه قد ايه، الناس مستنفره قد ايه، واللي حصل في الاعلام الفتره اللي فاتت ساهم بقدر كبير جدا ان الناس تيجي. يعني كل اللي بيحصل ده بيخلي الناس تقف جنب ناديها، وانا متاكد الناس جايه بكثافه وهتقف جنب ناديها ازاي، لان في النهايه احنا النادي الاهلي مش اكتر من كده. عفوا. مستمرين معاكم واكيد برضو بنستطيع الاهلي، خصوصا ان بكره يوم هام ويوم مصيري جدا في تاريخ النادي الاهلي. مهم جدا ان كل اعضاء النادي الاهلي يكونوا متواجدين للتصويت بالموافقه على هذه اللائحه، لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي. انا دلوقتي متواجد داخل الخيمه اللي هيتم فيها الادلاء باصوات اعضاء النادي الاهلي، في اكثر من لجنه هنا متواجده داخل الخيمه. كل لجنه هيكون متواجد عليها قاضي واثنين موظفين، طبعا من خلالها هيتم كل عضو ان هو يطلع الكارنيه الخاص بيه، هيطلع الرقم اللي على يمين الكارنيه، بالتالي طبعا القاضي والموظفين معاه هيطلعوا له الكشف، هيكون في اسم العضو اللي هيكون متواجد للامضاء بجوار اسمه، وايضا للتصويت على هذه اللائحه، واللي اكيد كل اعضاء النادي الاهلي هيصوتوا عليها بالموافقه اكيد، خصوصا ان هو شيء مهم جدا في تاريخ النادي الاهلي ان اعضاء النادي الاهلي يكروا هذه اللائحه الهامه. اوضح لك الصوره بشكل اكبر يا محمد، معايا في هذه اللحظات السيد محمود عبود مسؤول امن داخل النادي الاهلي. برحب بحضرتك في البدايه، وبكره اكيد يوم مهم بالنسبه لكم، وعايزك تطمني على الناحيه الامنيه بالتحديد، تحديد التنظيم بكره عامل ازاي؟ ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول طبعا احنا هنتشرف بالساده الاعضاء في اي وقت وفي اي مكان، بس بكره يوم غير عادي ان شاء الله. احنا منتظرين اقبال غير مسبوق النظير، علشان نثبت للناس كلها للنادي الاهلي غير اي نادي في مصر، وانه مش اقل من اي حد، عشان
نعرفهم هو مين النادي الاهلي وكيان النادي الاهلي، ولازم نحضر علشان دي حاجه تخص النادي الاهلي وتخص خصوصيته النادي الاهلي، ما ينفعش حد يمشي عليه حاجه من بره. وده ميثاق النادي الاهلي ان شاء الله بكره اللي هياكده حضور الساده الاعضاء في الجمعيه العموميه ان شاء الله. طبعا النادي بالنسبه للناحيه الامنيه بقى عايزين نطمن الناس الدخول الخروج هيبقى منين كده؟ طبعا احنا عندنا في بوابه رئيسيه وفي بوابه خلفيه. البوابه الرئيسيه للي هيجي من حسن مأمون من طريق النصر هيبقى سهل بالنسبه له برضو دخول من البوابه الرئيسيه على اساس يتوجه الى الخيمه. هي الخيمه تعتبر في منتصف النادي مكان التنس القديم قدام مطعم سبيكترا، على اساس انه يبقى هي مكان بين البوابتين، وعشان الزحمه والموضوع البارك اللي هو عامل مشكله في مكان قريب من البوابه الثالثه برضو اللي هيركن فيها بعض الاعضاء عشان يبقى فيه. لسه بوضح ان في عاملين برك بكره ان شاء الله جنب ملاعب النجيله خلف حمام السباحه، في بوابه من طريق النصر اللي تدخل على من طريق الاوتوستراد تدخل على باب اتفتح بكره مخصوص على اساس ان احنا نسهل على الساده الاعضاء، عشان لو في بكره عدد ان شاء الله في اقبال شديد بامر الله يعني ده اللي احنا منتظرينه، فهنسهل على الساده الاعضاء الموجودين اللي عايز يخش يسجل يخش من طريق الاوتوستراد. مسافه التسجيل الاسكان هيركن نص ساعه ساعه ان شاء الله، موفرين مكان يستوعب عدد كويس من الاعضاء بكره عشان نسهل الموضوع ويبقى في سيوله في المرور ان شاء الله. ده غير ان مخصصين مكان للاوتوبيسات اللي هتيجي من الجزيره والاوتوبيسات اللي هتيجي من الشيخ زايد بامر الله، واحنا ان شاء الله مستعدين ونتمنى من الله ان بكره يبقى يوم كويس ان شاء الله زي ما احنا اتعودنا من اعضاء النادي الاهلي، وبامر الله هيعدي بخير ان شاء الله. عدد اللجان بقى هنا داخل الخيمه حوالي كام لجنه؟ حوالي حضرتك 132 134 لجنه بالظبط. تمام. كل هيبقى فيه قاضي في كل لجنه، اشرح لنا الموقف بالظبط. هو حضرتك العضو بيخش، طبعا العضو اللي مش عارف بيانات الكارنيه اول رقمين على اليمين بيبقى فيهم رقم اللجنه. رقم اللجنه من 1 لغايه 134. 134 هيخش على اللجنه بتاعته، طبعا في ناس بتسهل له الدخول وبترشده على اللجان، بيخش على اللجنه حضرتك بيبقى فيه اثنين موظفين عشان يطلع اسمه من الكشف، وفي قاضي برضو موجود بياخد الورقه وبيصوت وهو موجود على الترابيزه وبيحط الورقه في الصندوق بايده. الموضوع ما يستغرقش جوه اللجنه اقل من دقيقتين ثلاث دقائق. الناحيه الامنيه هيكون متواجد تامين مكثف من امن النادي هنا بكره ان شاء الله؟ اكيد طبعا، بكره يوم غير عادي بالنسبه لنا، وان شاء الله احنا متوقعين حضور اعضاء كثيف بامر الله. وطبعا احنا مكثفين الخدمات غير الخدمات اللي مكثفينها بره وفي الطريق السريع، والداخليه برضو بتساعدنا بخدمات لتسهيل المرور بره على الشارع الرئيسي وعلى البوابه الخلفيه من شارع الطاقه. واحنا ان شاء الله موجودين بكره، واحنا طبعا كده كده مأمنين النادي في كل وقت. الرساله الاخيره اللي حابب تقولها لاعضاء النادي الاهلي ان شاء الله عشان يكونوا متواجدين بكره. أنا بوجه رسالة للنادي الأهلي لأعضاء النادي الأهلي المحترمين، النادي الأهلي مش أقل من أي نادي في مصر، لازم نثبت لجميع أندية مصر إن إحنا مش أقل منهم. أشكرك شكرا من الله إن إحنا يعني يبقى بكرة يوم فارق في تاريخ النادي الأهلي. شكرا. عفوا فندم. ده كان لقائنا مع السيد محمود عبود مسؤول الأمن داخل النادي الأهلي، كان مهم جدا نوضح الصورة بشكل كبير لأعضاء النادي الأهلي. إن شاء الله هيكونوا متواجدين بكثافة كبيرة في مقر النادي الأهلي بداية في مدينة نصر غدا، وإن شاء الله بعد غد في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. كل الأمل إن شاء الله إن أعداد كبيرة، بس مش 12500 اللي يكونوا موجودين، لا إن شاء الله أعداد أكبر أضعاف هذا الرقم إن شاء الله يكونوا متواجدين غدا لإقرار هذه اللائحة الهامة جدا بالنسبة